بيتحمموا. لا تطلع لبرا، عمي لا تطلع لبرا. بس والله اذا بعرف انه هذا الشخص متخبي عندكم لا تلوم الا نفسك. امشوا يلا حركوا يلا بسرعه. الحمد لله الحمد لله. شو هالبنت هاي؟ شو هالبنت هاي؟ لح يا أبو طالب تسلح هواهية لتحميك. شو هالمخلوقة هاي يا أبو طالب؟ شو هالموقف هاد؟ لازم نساب يا عمري، لازم نساب له. الله أكبر. الله يحمي البطن اللي حملك، الله يحمي البطن اللي حملك. يعني يا أبو العطاء، أنا اللي بدي أقوله أنه أنتوا الله يعطيكم ألف عافية وكتر خيركم، كفيتوا ووفيتوا. يعني المرة الماضية مرقت على خير، هلا ما بتعرف شو بصير معي. والشيء اللي عملته كريمتكم أنا ما رح أنساه بعمري. أنا ما عملت غير واجبي تجاه ضيف بحمى بيت أبو العطا. بس أنت اللي عملتيه رح يكون دائم برقبتي طالما أنا عايش. ما رح أنساه بنوب. اللي عملتيه بفوق التصور. الله يخلي لك إياهم. بس أنا يا أبو العطا خايف انه يرجع هدول الزعران مره ثانيه، وانا ما بدي اسبب لكم مشاكل. بس رحيلك متوقف على شفائك. انا بترجاك تفهمني منيح يا ابو العطاء. الشيء اللي صار انا ما فيني اتحمله. بكلامك هاد وبتعجيلك بالروحه عم بحسسني وكاني عملت الحرام لا سمح الله. اعوذ بالله يا بنت الكرام، انت اللي عملتيه ما حدا بيعمله غير الطاهرات العفيفات. لكن ليش مستعجل هالروحة؟ نحنا من ناحية مبسوطين كتير بوجودك، ومن ناحية تانية ما عم نعمل غير واجبنا، ونحنا مو متأذين أبداً بوجودك معنا. يا بنت الحلال، أنا ما بدي أعملكم مشاكل بوجودي هون. لا شكلك مليت منا وما عدت تشوف. أعوذ بالله. هاي عم تتعوز هلأ، بس ليكك رح تمشي وتتركنا وجرحك بعده ما طاب. من بعد إذنك يا بي. تفضلي. ممكن أسألك سؤال؟ إيه تفضلي. يعني صار لك عنا كم يوم ولسه ما سألنا. حضرتك من وين؟ أنا من الشام. من الشام؟ ومن الأنوات. الله مبارك بالشام وبأهل الشام. الله يخليك يا رب. بيقول الشام حلوة صح؟ كتير. كل الناس بيتمنوا يعيشوا بالشام. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم نيال اللي إله موطئ قدم في الشام. مساء الخير. مساء الخير. بس ما أكون فيقتك. لا لا ما نمت. بظن أنك بتعرف تضرب بالبارودة ما؟ طبعا. هاي ليكا حطيتها جنبك وجنب إيدك السليمة مشان إذا صار ما صار تقدر تدافع عن حالك. شفتي رجعتوا لرأيي، قلت لكم هالأرزال بأي لحظة ممكن يجي لعندكم يعملوا لكم مشاكل. لا تخاف
كلياتنا بالبيت مستعدين لإلهم ولغيرهم. أنت لا تاكلهم. بارك الله فيك يا بنت الجويت. الضيف ضيف الله يا ابن الحلال. فكيف إذا كان من أمثالك وأصله من الشام؟ زبرت ودي بلطفكم. بتعرفي عم بدعي لرب العالمين إنه مد بعمري حتى أقدر جميلكم. صحيح ذكرتني. شو؟ بقولوا عن الشام كتير حلوة وناسة أطيب من الخبز. صحيح هالحكي؟ مزبوط. وبقولوا كمان اللي بيشرب من مية الشام بيعشقها وما عاد فينو يعيش من دونها. ايه والله. وبقولوا كمان يلي بيشم هوا الشام بينتعش وما عاد بيعرف المرض كل عمره. الشام يا بنت الأفاضل شامة الدنيا. هاللي بيزورها لازم يشم هوا ويشرب من ميتها وياكل من بصلها. خير شبك؟ الجرح عم يوجعني يمكن عم ينز. دخيلك بس خبري الوالد بركي ينظف لي. ايه تكرم عينك. يا رب يا رب يا رب. عجلك وي يا ابو حيان. آنست وشرفت عمي أبو حيان. تسلم يا بنتي يا زلفة. شو الخبرية اللي صبحنا فيها أبوكي من الصبح؟ مثل ما قلك الزلمة كتير تعبان مشان هيك يا ريت تستعجل شوي. هاي اجينا وبلا فطور كمان. لك يا أخي لا تاكل هم الفطور. نحن من فطرك. الزلمة ما أنا من ليل من ألمه. استعجل لك شوي. يلا يلا شر شر. والله عم بيلمع راسي حكيم. انت رجال ورجال عند الشدايد يا ابن الحلال. ابو حيان شو صاير مع زلمي؟ صلي على النبي طول بالك. ما اختلفنا بس شو صاير معه بدنا نفهم شو صاير معه لانه الليل ما ناموا. روق شوي. يا الله يا الله. طمنيني شو يلي صار؟ احكي زلفة. الظاهر انه حالة الزلمي مانا منيحة. شو هالحكي؟ يا حرام يعني مشان هيك ما قدر ينام امبارح بالليل. طمنا عمي ابو حيان. حالتي الزلمة انا منيحة بالمرة وانا هلا خبرت ابوكم بهالشي. شو هالحكي؟ ما الزلمة طلع وفات واكل معنا كمان. ما هو لانه طلع وفات وبرم بالدار على راحته هذا الشيء اللي اسرع على جرحه خلاه ينزف يا عمي يا زلفة. المهم عمي ابو حيان كان لازم يا بنتي انا هي تاخذوه على المشفى لانه جرحه غميق. لا لك ما فينا ناخذه على المشفى. أنا برجع وبقول لك إنه كان لازم تاخذوه على المشفى لأنه هنيك في رعاية وعناية أكثر يا أبو العطاء. روحته على المشفى بشكل خطورة على حياته والمشكلة عويصة. لاقي لها حل أبو حيان؟ ما في عنا غير حل واحد بس. شو هو عمي أبو حيان؟ عمي الزلمة غريب وما إله حدا غيرنا. والمشكلة إنه الإسرائيلية إذا شافوه بهي الحالة رايح على المستشفى رح يعملوا سين وجيم ورح نكون بشي ونصير بشي تاني. حل يا أبو حيان. إذا ما فيكم تاخذوه على المستشفى لازم يضلوا فوق فراشه وما يتحرك نهائيا. هي ما فيها مشكلة منخليه فوق فراشه وما بتحرك ويضل على هالحالة حتى يتعافى. خلص رح نعمل كل شيء قلته. ولازم تأمن له أكل وشرب في غذاء. من هالناحية لا تاكل هم عمي أبو حيان. المهم إنه يطيب. لا تشغل بالك عمي أبو حيان رح نعمل كل شيء بدك إياه. بس المهم ما يروح على المشفى لأنه روحته على المشفى بتشكل خطر على حياته. وإذا حبيت تضل عنا ما في مشكلة يا أبو حيان. أنا ما في ضل عنكم بالدار كل الوقت لأنه في عندي شغل بس بروح وبرجع وقت الضرورة يعني. ماشي الله يعطيك العافية. تفضل لبين ما البنات يعملوا الفطور. تفضل. على بركة الله. أنا رح روح طلع الزلمة. ما تتأخري. وين بدي أتأخر يعني؟ تفضل تفضل. يا الله يا رب. أنا بعد ما غيرت له للزلمة على الجرح سقيته خشخاش لذلك كل ما توجع خلي البنات يغلوا خشخاش ويسقوا لحتى يهدى وينام. من هالناحية لا تأكلهم. ايه سيدي شو أخبار البلاد؟ والله يا أبو حيان أخبار البلاد ما بتسر مدام هالإسرائيلية على الحدود. حسبنا الله ونعم الوكيل.
خير؟ شو في؟ نحن هون اللي بنسأل. وبعدين مع هالقصة بقى؟ لسه رايحين وجايين لهون؟ حكينا مع رجال وبس. بترجاكي فيك تساعديني بس واقف شوفه. خاف على جرحك لساته طري؟ لا لا ما تخافي. يمكن نعرف حدا من منا بحل هاللغز. لا عن جد بخاف على رجلي. أرجوكي. شو عرفتهم؟ لا أكيد ولا بأمري شفتهم. غريب هذا اللي محيرني وحاطط عقلي بكفي. طيب هلأ أترك ما عرفتهم وخلينا بجرحك. كيف؟ يا ابن الحلال إذا رجعوا مرة تانية نحن رح نحاول نعرف شو بدهم. خلينا بجرحك هلأ ارتاح. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شوي شوي. كتفي. اسمع يا ابو عطا، في حال لجأ الشخص اللي عم نحكي عنه لعندكم وقدرتوا تتحايلوا عليه وتمسكوه، وعد مني اطلبوا وتمنوا. تكرم عينك. ماشي يلا يا رجال براي. درب يسد ما يرد. مش يوم وخايبين كمان. الحمد لله. إن شاء الله كنت مفكر إنه ممكن يقدروا يوصلوا لك. والله والله على أجسادنا. أخ بس لو كنت بصحتي وعافيتي. لا تحكي هيك يا ابن الحلال، بوجود رب العالمين ومن بعده نحن ما بيقدروا يلمسوا شعرة من شعراتك إلا على موتنا. مشان هيك أنا ما بدي سبب لكم متاعب. بالعكس بوجودك هون سببت لنا الخير والأنس. الله يبارك فيك يا بنت الكرام. الله يبارك فيك ويحميك أنت وأخواتك دنيا وآخرة. ورحمة أمي تحت التراب، لو كان واحد منهم قرب عليك كنت رح أذبحه بإيدي هدول حتى لو بدهم يعدموني من بعدها. ترى نحن أخوات رجال ومنعجبك. سمعت الحديث اللي صار بيننا وبين هدول الزعران؟ يعني سمعت. وعرفتهم؟ أبداً. لكن كيف قالوا انه بدفعوا لنا بدنا اياه بس ندلن عليه؟ والله ما بعرف يا ابو العطاء، انا هذا اللي مجنني. ولا بعمرك شفتهم؟ ابدا. وحكيت الكلام لكريمتكم. غريبه والله. لكن مين هنن؟ وشو بدهم منك اذا لا بتعرفهم ولا بيعرفوك؟ ما هو هذا اللي لازم نعرفه في حال اجوا مره ثانيه. بتمنى ينتم الجرح بسرعه. ويا ريت يا ابو العطا يرجعوا مره ثانيه. الي كلام ثاني معهم.